الديزاين بتاع حاجه اسمها ايه جلايكو جينولز مش كده. واخدنا الكوفيلنت موديفيكيشن بتاع ده والكوفيلنت موديفيكيشن بتاع ده. كان فاضل لنا حاجه اسمها الوستريك ودي مهمه جدا صغيره كده بس مهمه. بيجي هنا سؤال الوستريك ريجوليشن ممكن نسكت بقى. كان فاضل حاجه اسمها الوستريك ريجوليشن. لما يجي يقول لي ريجوليشن هقول له الكوفيلنت موديفيكيشن الرسمتين اللي حصل اللي فاتت الفوسفوريليشن والدي فوسفوريليشن. والحاجه الثانيه هقول حاجه اسمها الوستريك ريجوليشن. طيب ايه الالوستريك ريجوليشن دي؟ ركز معايا كده. عاوزين نعرف الايفكت بتاع ثلاث حاجات الجلوكوز 6 فوسفيت والكالسيوم والاي ام بي. يبقى انا عاوز اعرف تاثير المواد دي على التو انزيمز دول. ركز بقى عشان ده اللي هتكون مشابه. لو انت تخيلت عندك ان الخليه السيل سواء كانت في الليفر او في المصل فيها الجلوكوز 6 فوسفيت كتير يعني الماده دي موجوده كتير بكميه كبيره. خليه جواها الجلوكوز 6 فوسفيت بكميه كبيره ده معناه على طول الخليه تفهمه ايه؟ ان الجلوكوز اللي كان موجود كان كتير ولا قليل؟ كتير. فعمال دلوقتي تحول لايه؟ لجلوكوز 6 فوسفيت. لما يبقى الجلوكوز 6 فوسفيت كتير جوه الخليه يعني بمعنى تاني لما يبقى الجلوكوز كتير جوه الخليه مين في دول يشتغل؟ ها مين اللي يشتغل؟ عشان كده هو بيعمل استيميوليشن لده. ومين يقف؟ اكيد دوت محتاجين جلوكوز عشان كده بيعمل انهيبيشن لده. خلاص يبقى دي الماده الاولانيه. لو لقيت الجلوكوز 6 فوسفيت كتير معناها على طول ان الجلوكوز كتير معناها ان انا محتاج اخزن مش محتاج اكسر. محتاج اخلي الجلوكوز اللي عندي ده يبقى جلايكوجين مش محتاج الجلايكوجين يبقى جلوكوز. عشان كده الماده دي خلاص انا مش هفتكرها في الامتحان وهفتكرها كده. هقول لو الجلوكوز 6 فوسفيت كتير معناها ان الجلوكوز كتير يبقى انشط الجلايكوجين سينثيز ووقف الايه الفوسفوليبيد. طيب نيجي على الكالسيوم. الكالسيوم ده مهم فين اكتر حاجه؟ في المصل سواء كان سكيليتال مصل او كاردياك ايه مصل. والكالسيوم ده بيبقى موجود في المصل الليفل بتاعه بيعلى جوه السيل في المصل كونتراكشن ولا في ريلاكسيشن؟ في المصل كونتراكشن. طيب انا لما الخليه عندي الكالسيوم فيها يكتر وانا عارف ان الجلايكوجين ده موجود في الليفر وفي المصل يبقى كده انا بتكلم على مين دلوقتي اكتر؟ على المصل. لما الكالسيوم يكتر في المصل سيلز ده معناه ان الخليه في حاله كونتراكشن ولا في حاله ريلاكسيشن؟ ولما الخليه تبقى في حاله كونتراكشن محتاج ان انا اكسر الجلايكوجين لجلوكوز ولا اخد الجلوكوز منها اخليه جلايكوجين؟ اكسر الجلايكوجين يقوم الكالسيوم يعمل لده ستيميوليشن ويعمل لده انهبيشن. منطقي جدا مفيش اي مشكله. يبقى الكالسيوم بيعمل ستيميوليشن للجلايكوجين فوسفوليوليز عشان وهو موجود في المصل كمان الجلايكوجين يتكسر ويدينا جلوكوز. يبقى الكالسيوم موجود والطاقه موجوده يبقى المصل كونتراكشن كويس ويوقف ده. طيب نفس الكلام اللي ينطبق على الكالسيوم ينطبق على اللي تحته دوت اللي هو اسمه AMB. هو لما يبقى AMB موجود اكتر جوه الخليه اما AMB ده موجود اكتر جوه السل معناها ان في طاقه ولا معناها ان انا فقدت الطاقه اللي عندي؟ فقدت الطاقه. اما ابقى فقدت الطاقه اللي عندي يبقى انا اخد الجلوكوز اخزنه ولا اطلع جلوكوز من المتخزن عشان يديني انرجي يديني اي تي بي جديد؟ يبقى انا لما الاي ام بي يكتر ايه اللي يحصل؟ اقول له اكيد هنعمل استيميوليشن لده وهنعمل انهبيشن لده. يبقى لما يجي يقول لي الحاجات دي بتيجي في نفسي كتير قوي لما يجي يقول لي الوستريك ريجوليشن الجلوكوز 6 فوسفيت بيعمل ايه؟ اقول له ده جلوكوز كتير. يعني ايه جلوكوز كتير؟ يعني اخزن ما كسرش. طب الكالسيوم بيعمل ايه؟ اقول له كالسيوم يعني كونتراكشن يعني طاقه انا محتاج طاقه. طاقه يعني اكسر وما اخزنش. اي ام بي كتير معناها ان مفيش انرجي جوه الخليه يعني معناها ان انا اخد الجلوكوز اكسره واطلع منه انرجي يبقى انا اشتغل على ده واوقف ده. طيب لما يجي يسالني الثلاثه دول بقى بيعملوا الشغلانه بتاعتهم دي ازاي؟ يعني كوفيلنت موديفيكيشن ولا طريقه ايه؟ اقول له طريقه اسمها يعني ايه الوستريك ريجوليشن؟ يعني بيمسك في الوستريك سايت يعمل له استيميشن او انهبيشن. يعني الكلام ده بيحصل دايركت ولا بيحصل ان دايركت؟ اقول له دايركت. هو الراجل ده الكالسيوم ده يروح يمسك في الجلايكوجين سينثيز يوقفه. الكالسيوم ده يروح يمسك في الجلايكوجين فوسفوليز دايركت بايندنج تو ذا انزايم. يبقى على طول بيمسك في الانزايم ويشتغل عليه. مش محتاج بقى سايكل كي ام بي وبعد كده كاينيز والكاينيز يشتغل او مش محتاج فوسفاتيز وبعد كده يشتغل. لا ده هو دايركت اكشن على ايه؟ اقول له دايركت اكشن على الانزايم. طيب يبقى ده الجزء اللي كان فاضل في الريجوليشن وده جزء مهم بقى صغير كده وموجود في حته صغيره كده اكتب عليه مهم جدا جدا جدا. هنيجي النهارده بقى
صح صح معايا كده؟ دي حاجه مهمه قوي واحنا بنستصعبها مع انها سهله قوي. حاجه اسمها ايه؟ جلايكوجين ستورج ديزيز. الحصه بتاعت النهارده دي عاوزه دكاتره. صح صح معايا؟ عاوزه دكاتره مش طالب الطب، يعني عاوزه واحد بيتعامل دكتور لانه هياخد ديزيزز امراض ويفهمها كويس قوي عشان هيجيله في الامتحان. اول حاجه عندنا مجموعه امراض كده اسمها جلايكوجين ستورج ديزيز. يعني ايه؟ يعني شويه امراض لها علاقه بتخزين، انا مش عاوز اخلص بقى، بتخزين الجلايكوجين اللي موجود سواء في الليبر او في المصل. طيب ايه امراض لها علاقه بتخزين الجلايكوجين؟ يعني ايه؟ اقول له يعني عندي شويه امراض، اما اجي اشرحهم دلوقتي هاجي في واحد واقول لك الجلايكوجين اللي متخزن في الليفر كتر كميته كتر، واحد تاني اقول لك الجلايكوجين يتخزن في الليفر يتخزن بس بطريقه غلط، شكل الجلايكوجين الشيب بتاعه غلط، يبقى انا عندي مشكله سواء في الاماونت كميه زادت او قلت، وعندي مشكله تانية في الشيب شكل الجلايكوجين بتاعي، في مشكله مخليها متغير عن الجلايكوجين الطبيعي. طب جميل قوي، يبقى ده معنى كلمه جلايكوجين ستورج، تخزين الجلايكوجين جوه الليفر او المصل فيه مشكله، سواء المشكله دي في الاماونت او في الشيء. كل كلمه هقولها النهارده تكتبها خلاص كده. طب الحاجه الثانيه الديزيز دي ايه؟ اقول له الديزيز دي كونجينيتال ديزيزز، اللي هي ساعات الناس تقول عليها هيريديتري ديزيزز. طبعا هو في فرق بين الكلمتين بس مش دلوقتي. كونجينيتال او هيريديتري ايا كان خلاص كده معناها امراض وراثيه، او في ناس تقول عليهم ان بون ايرز اوف الميتابوليزم. المصطلحات دي اللغه دي انت لازم تبقى فاهمها كويس قوي من دلوقتي عشان بعد كده طول المنهج انا هقول الكلام ده كتير وعليك. يبقى لما اجي اقول لك كونجينيتال ديزيز تقول لي اه فاهم ماشي، لما اجي اقول لك هيريديتري ديزيز تقول لي مفيش مانع. الكونجينيتال والهيريديتري ديزيزز ما في حاجات كتير قوي اللي بيحصلوا في الميتابوليزم. ما انا عندي كونجينيتال ديزيز ان واحد عنده الليب بتاعته مفتوحه نصين، وعندي كونجينيتال ديزيز ان واحد عنده مشكله في الهارت، صح كده؟ يبقى في كونجينيتال ديزيز كتير وفي هيريديتري. الكونجينيتال والهيريديتري بتوع الميتابوليزم بتوع الكربوهيدرات والليبيد والبروتين اسمهم كده، اسمهم ان بون، يعني مع الولد وهو مولود، ان بون ايرور اوف الميتابوليزم. مسالك اقول لك يعني ايه ان بون ايرور اوف الميتابوليزم؟ تقول لي حاجه الكونجينيتال والهيريديتري ناخدهم في البايو، اما اروح في الاطفال واما اروح في الباطنه اخد كونجينيتال وهيريديتري هسميهم كده كونجينيتال ديزيز وهيريديتري ديزيز. لما اخد في البايو يعني في الميتابوليزم اقول عليهم كده ان بون ايرور اوف الميتابوليزم، او اقول عليهم كونجينيتال او هيريديتري، صح يعني؟ يبقى انا لما اجي اقول لك كونجينيتال ديزيز فاهمني، لما اجي اقول لك هيريديتري ماشي، لما اجي اقول لك او تقرا ان بون ايرور معناها الكونجينيتال ديزيز زي الواحد بتاع النهارده مثلا، او واحد اهو في ديزيز في الميتابوليزم بتاع الجلايكوجين، يبقى دوت كونجينيتال ديزيز، يبقى ده امبون ايرور في الميتابوليزم. طيب اللي احنا بناخده النهارده ده اللي هو ده الراجل اللي قدامنا دوت اوتو سومال ريسيسيف، المفروض بقى تمصمص شفايفك وتقول لي خلاص انا فهمتها دي. اوتو سومال ريسيسيف يعني ايه؟ اقول له يعني ايا كانت المشكله اللي هناخدها الجين اللي حصل فيه ديفكت موجود على واحد من ال 22 كروموزوم اللي اسمهم اوتوزوم، ملوش دعوه بالاكس ولا بالواي. يعني حاجه معنى كلمه اوتوزوم ريسيسيف يعني الجين متنحي، بمعنى ان الطفل مش هيظهر عليه الديزيز الا اذا الجين اللي جاي من الاب فيه مشكله والجين اللي جاي من الام فيه مشكله. يعني الاب عنده مشكله والام عندها مشكله وورثوهم الاثنين التو جينز بايظين يظهر عليه الديزيز واحد من دول. بس لو كان الاب سليم والام اللي فيها مشكله وورثوا للطفل الموضوع ده واحد سليم والتاني هو اللي غلط هيبقى الطفل ده كارير. اتفهمت؟ يبقى الديزيزز بتاعت النهارده اوتوسومال ريسيسيف، ودي من رحمه ربنا بينا انها ما بتظهرش على اطفال كتير، كل فين وفين لما نلاقي طفل عنده ايه؟ عنده مشكله من دول، لانه غالبا بيبقى كارير. صعب قوي ان الاب يبقى فيه مشكله والام يبقى فيها مشكله والاثنين يتجمعوا في الوقت. خلاص كده؟ يبقى اوتوسومال ريسيسيف. طب خلاص ماشي. هتلاقي مكتوب عندك اكسبت كذا، سيبك من الاكسبشن، احفظ بس ان هو اوتوسومال ريسيسيف. اتفهم يا شباب؟ طيب عندنا كام ديزيز بقى؟ عندنا 8. واحد شوف احنا هنحفظهم ازاي وهنذاكرهم ازاي. وثلاثة وستة وثمانية، هتكتب معايا
تاخدهم مع بعض كده وتكتب عليهم ليفر. يبقى 1 و3 و6 و8 دو انواع في الجلايكوجين ستورج ديزيز، نوع تايب 1 تايب 2 تايب 3 كده. فانا عندي تايب 1 وتايب 3 وتايب 6 وتايب 8 هتكتب عليهم ليفر، دول هناخدهم مع بعض. تفهم ليه دلوقتي؟ وبعدين تايب 5 و7 هنكتب عليهم كده ماسل. يبقى تايب 5 تايب 7 هنكتب عليهم ماسل. فاضل كام؟ هقول له 2 تايب 2 وتايب 4 تكتب عليهم ديث. ماشي؟ يبقى اول حاجه احنا قسمنا 8 انواع. بعد كده الموضوع هيبقى سهل جدا. يبقى انا عندي ايه التقسيمه دي؟ لقوا كذا جلايكوجين ستورج ديزيز ورتبوهم عشان اما اقول لك تايب 1 العالم كله يعرف تايب 1 ده هو مين. يعني مش مسموح لك ان الترتيبه اللي عندك دي تتلخبط تقول على 1 2 او على 3 4 عشان لما ترتبهم الدنيا كلها اتفقت على الترتيب ده. لقوا ان تايب 1 و3 و6 و8 دول بيأثروا على الليفر. يعني الديزيز بيبقى في الليفر. امال دول الديزيز بيبقى في المصر ليه؟ عشان الانزيم اللي فيه ديفكت موجود في المصر. هقول لك دلوقتي امال دول بيموتوا. يعني دول الاند ريزلت بتاعتهم ده لو واحد عنده 2 او 4 هيموت خلال 5 سنين من ولادته وهنعرف ليه. طيب مين اهم واحد واكتر واحد بيجي في الامتحان؟ اقول له تايب 1 وده اللي هنعرفه بتفصيل مهم. اسمه فون جيرك ديزيز وهتحفظ اسمه. ده الوحيد اللي مش مسموح لك ما تحفظش اسمه. كل واحد من دول لي اسم هقوله بس اللي هتحفظه هو ان تايب 1 اسمه فون جيرك ديزيز. مشهور جدا فون جيرك ديزيز. فون جيرك ديزيز. طيب ايه بقى حكايه الفون جيرك ديزيز ده وقصته ايه؟ عاوزين نفهمه. لو فهمناه كل الديزيز هتفهم. فون جيرك ديزيز ايه الراجل دوت؟ بص معايا هنكتب مع بعض كده السايكل دي. انا مش عاوز تزهق خالص النهارده معلش استحمل كده عشان في الاخر لما تروح تلاقي الدنيا سهله. الجلايكوجين ده احنا اتفقنا مع بعض ان هو لما بيتكسر اللي بيكسروا تو انزيمز مهمين قوي. واحد اسمه فوسفوليوليز احنا بنراجع اهو. واحد اسمه فوسفوليوليز والتاني اسمه دي برانشنج انزيم. الاثنين دول هما الاساس مع الجلوكان ترانسفيريز بس دول الاساس يعني اللي هو الفوسفوليوليز جلايكوجين فوسفوليوليز مع الدي برانشنج انزيم. النت ريزلت الاساسيه هي حاجه اسمها جلوكوز 1 فوسفيت. المحصله الاساس عندنا هو الجلوكوز 1 فوسفيت. الجلوكوز 1 فوسفيت ده بعد كده كلنا عارفين بيتحول لحاجه اسمها جلوكوز 6 فوسفيت. الجلوكوز 6 فوسفيت ده كلنا نعرف برضو ان هو ممكن يتحول لجلوكوز لو احنا موجودين في الليفر بانزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز. انزيم مهم قوي اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز. عشان كده قلنا ان الانزيم ده موجود في الليفر فالليفر يقدر يحول الجلايكوجين بتاعه الجلوكوز وينزله في البلاط. قلنا الكلام ده المره اللي فاتت بس لان الانزيم ده مش موجود في المصل فاخر ليفل في المصل هو ده جلوكوز 6 فوسفيت. وبعد كده المصل تبدا تستخدم الراجل ده. طيب وكمان الجلوكوز يقدر يتحول لجلوكوز 6 فوسفيت بانزيم كلنا عارفينه اسمه جلوك كاينيز او اكس كاينيز. والجلوكوز 6 فوسفيت ده ممكن يرجع تاني يبقى اسمه جلوكوز 1 فوسفيت بالميوتيز. والجلوكوز 1 فوسفيت دوت ممكن يتحول لحاجه اسمها يو دي بي جلوكوز. واليو دي بي جلوكوز ده في الاخر ممكن يبقى جلايكوجين بانزيم مهم جدا 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 اسمه جلايكوجين سينسيز مع واحد كمان اسمه برانشنج انزيم. صح؟ دي الحدوته اللي احنا عاملينها اشتغلنا حصتين ان الجلايكوجين لما بيتكسر وان الجلايكوجين لما بيتبني. ودي التو انزيمز المهمين قوي في تكسيره الفوسفوليوليز والدي برانشنج
والتو انزيمز المهمين قوي في تكوينه السنتيز والبرانشو. وبيجي منين وبيروح فين؟ الجلوكوز 6 فوسفيت دوت قلنا ان هو ليه سكه ثانيه لو تفتكروا ممكن يخش في حاجه اسمها هيكسوز مونو فوسفيت شانت. لو انت رجعتها كده هتلاقي اولها خالص اولها كان الايه الجلوكوز 6 فوسفيت سواء في الليبر او في المصر. والاند ريزلت بتاعته ان هو بيطلع الريبوز عشان بعد كده الريبوز ده احنا بنستخدمه في تكوين الدي ان ايه والار ان ايه. فهو في الاخر الهيكسوز مونو فوسفيت شانت دي من فوائدها ان هي تكون لنا ايه الدي ان ايه والار ان ايه. صح؟ في اي مشكله في كامله؟ طيب الرسمه دي مهمه جدا 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 من هنا السنه الجايه كده وناخدها تاني في اخر السنه. الرسمه اللي انا رسمها دي مش موجوده عندك في السنه. ايه بقى علاقه الكلام ده كله بحاجه اسمها البون جيل ديزيز؟ بص يا سيدي اول حاجه الديزيز ده ايه المشكله فيه؟ هقول له المشكله فيه انزيم واحد بس انا كاتبه قدامك هنا وانت هتعلمه معايا. بص طفل اتولد من غير الانزيم ده. بص مش دعوه بالجلاكتوز خالص. طفل اتولد وده اشهر سؤال ممكن تتساله البون جيلك ديزيز ايه الديفكت بتاع الانزيم؟ الانزيم اسمه ايه؟ اقول له المشكله في انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز وعاوزك تحط عينك في راسك كده وصحصح معايا قوي. جلوكوز 6 فوسفاتيز كويس جدا. يبقى انا اول حاجه الديزيز نمبر 1 ده اللي هو البون جيلك ديزيز ده مشكلته فين؟ طفل اتولد عنده مرض وراثي عنده الجين اللي بيصنع الانزيم ده في مشكله. كويس؟ وبالتالي الانزيم ده مش موجود. حلو. الانزيم ده مش موجود معناها ايه؟ اقول له معناها ان الخطوه دي عطلت. انا بقول كل حاجه بقى على الرسم عشان بعد كده هسمعه الحصه الجايه كده. يبقى الخطوه دي عطلت. جميل. الطفل ده لما اتولد وما عندوش الانزيم ده المشكله في الليبر ولا في المصل ولا في جسمه كله؟ في الليبر بس مع الكدني. سيبك من الكدني. في الليبر اساسا. ليه؟ اقول له ان اصلا الانزيم ده مش مخلوق عندنا الا فين؟ وبالتالي لما هينقص هينقص فين؟ يبقى المشكله فين؟ ها؟ ليبر. يبقى العيان ده هيشتكي من الليبر. المصل سليمه وزي الفل لان اصلا المصل ما فيهاش الانزيم ده اساسا وبالتالي هي مش هتشتكي من حاجه. اللي بيشتكي مين؟ اقول له اللي بيشتكي الليبر. طيب الليبر هيشتكي من ايه بقى؟ اقول له الليبر هيشتكي ان هو بيكسر الجلايكوجين. بص فالجلايكوجين يبقى جلوكوز 1 فوسفيت وبعدين يبقى جلوكوز 6 فوسفيت. الليبر نفسه في ايه؟ جلوكوز 6 فوسفيت حول لجلوكوز. مش هيحصل. يفضل الجلوكوز 6 فوسفيت. يعني معنى كده ان هو كل ما كسر الجلايكوجين مين بيزيد؟ يبقى اول حاجه حصلت ان الراجل ده بيزيد. تكتب معايا عشان في البيت هتنزل. طبيعي انا لما وقفت الخط ده لما وقفت تحويل الجلوكوز 6 فوسفيت لجلوكوز لان الجلوكوز 6 فوسفاتيز ناقص فبقى كل ما يكسر الجلايكوجين الجلوكوز 6 فوسفيت يزيد. طيب هو ليس عيب حالا في حاجه اسمها الوستريك ريجوليشن اوف الانزيمز. لو خليه زاد فيها الجلوكوز 6 فوسفيت نشغل السنتيز ولا نشغل الفوسفوليوليز؟ يعني زياده الراجل ده تعمل ايه على طول؟ تنشط الباسوي ده اللي هو بتاع السنتيز ولا غلطان؟ صح؟ وتعمل ايه على طول؟ ها؟ وتوقف الباسوي ده. طبيعي لما الليفر يلاقي الجلوكوز 6 فوسفيت بيعلى يقوم رايح على السنتيز الجلايكوجين سنتيز يقول له خد بقى البتاع ده عشان ايه لاخرني خد الجلوكوز 6 فوسفيت خليه جلايكوجين. ويجي على الفوسفوليوليز يقول له ما تكسرش جلايكوجين تاني لان احنا مش عارفين نحول الجلوكوز 6 فوسفيت لجلوكوز. الراجل ده عالي. لما القصه دي تحصل كتير جلايكوجين بيتكون مش هقدر اكسره بيتكون مش هقدر اكسره. ايه اللي يحصل في الليفر؟ ها؟ اقول له الليفر حجمه يكبر 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 كده لان كميه الجلايكوجين اللي فيه تزيد. ادي اول مصيبه حصلت. تبص تلاقي الطفل اتولد بعد سنه محبوس معهد الكبد ونشوف الحالات. طفل عنده سنه محبوس معهد الكبد اعرف ان هو بون جيلك ديزيز. ليه؟ عنده حاجه اسمها هيباتو ميجالي. ميجالي في اي حاجه يعني كتير كبير اكبر من حجمه. كارديو ميجالي يعني القلب بتاعه كبير. هيباتو ميجالي. يبقى اول حاجه حصلت شوف اول كلمه لان هسمعهم بالكلمه. اول كلمه حصلت بعد ما الانزيم حصل فيه ديفكت ان الليفر حجمه زاد. هيباتو ميجالي. وعرفت ليه؟ مسألك اقول لك ليه حصل هيباتو ميجالي؟ تقول لي لان لما الجلوكوز 6 فوسفاتيز وقف الجلوكوز 6 فوسفيت زاد نشط تخزين الجلايكوجين اللي هو سنسيز ومنع تكسير الجلايكوجين فبقى الجلايكوجين بيتخزن كتير كتير عشان كده سموه جلايكوجين ستورج. الاماونت اللي عندي كتير. طيب
كلمة هتحفظها وتعرف تفسيرها في سنة خمسة إذا تفسير كتير قوي. أول ما يحصل هيباتوميجالي في أورجان جنبنا هنا كده اسمه سبلين، يحصل سبلينوميجالي على طول أوتوماتيك. أول ما يبقى فيه هيباتوميجالي يحصل سبلينوميجالي، فالعيان ده بيشتكي من هيباتو سبلينوميجالي، يبقى الاثنين كبروا الليفر والسبلين. ادي اول حاجه هيباتو ميجالي وسبلينو ميجالي، ماشي. وبعدين الطفل ده عنده مشكله في الليفر، الليفر حجمه بيزيد. طيب ما يزيد ايه المشكله؟ يعني كحجم وككميه مش دي قصه خالص، امال ايه؟ اقول له القصه ان هو بيشتكي من اربع حاجات بيترقبوا قبل الشكوى. بقى ده اللي حصل، اللي حصل ان الليفر كبر عشان الجلايكوجين اللي فيه كده. ده انعكس على العيان في ايه بقى؟ اقول له في اربع حاجات ما تنساش منهم واحده. خلاص كده؟ يبقى البون جيركي ديزيز كلمه هيباتوميجالي وبعد كده اربع شكاوى مهمه. وانا هسال انت الجواب. احنا اخذنا قبل كده رسمه كده، قلت لكم الرسمه دي مهمه جدا. كده قلت لك ايه؟ لو ده البلط وده الجلوكوز، قول لي السورسز اوف الجلوكوز ان البلاد. يلا الجلوكوز اللي في البلاد ده مصدره منين؟ دايت ليفر جلايكوجين، ها جلوكونيوجينيسيس. حد عنده مصدر رابع؟ مفيش. الجلوكوز اللي في الدم بيخش لك من حاجه من ثلاثه، كالت او الجلايكوجين بتاع الليفر او حاجه اسمها جلوكونيو ايه؟ جلوكونيوجينس. كويس جدا. تعالوا نشوف الطفل ده اللي عمره سنه وعنده هيباتوميجالي عشان عنده فون جيركي ديزيز، الجلوكوز اللي في الدم هيجي له منين؟ هسال حضرتك تجاوب. اول حاجه في دايت، اه بياكل والجلوكوز بيجي له من الاكل، مفيش مشكله. طيب الحاجه الثانيه، الجلايكوجين اللي في الليفر بيتكسر ويطلع منه جلوكوز؟ تقول لي لا كان زمان. ليه؟ اقول له لان الانزيم بتاع الحركه دي عطلان، يعني هو اخره في الليفر هو كمان جلوكوز 6 فوسفيت، يبقى كل الجلايكوجين في الليفر ما بيديش جلوكوز. طيب في جلوكونيوجينيسيس؟ حد يقول احنا جبنا سيرتها؟ ما بتحصلش، لان احنا قلنا ان الانزيم ده الخطوه دي لو تفتكروا موجوده معانا في اخر خطوه في الجلوكونيوجينيسيس. فاكر لما كنت اقول لك هنرجع كده لغايه ما نوصل لحاجه اسمها جلوكوز 6 فوسفيت، وبعدين في الاخر عشان يبقى جلوكوز عاوز ايه؟ ها؟ عاوز ايه؟ عاوز الجلوكوز 6 فوسفاتين. يعني الانزيم ده مشكلته ان هو موجود معانا في الجلوكونيوجينيسيس وموجود معانا كمان فين؟ ها؟ في الجلايكوجينوليز. وبالتالي الخطوه دي لما عطلت وقفت مين؟ اقول له وقفت الجلوكونيوجينيسيس، يعني مفيش جلوكونيوجينيسيس. يبقى الطفل ده عنده مصيبه، ايه؟ لا عنده جلايكوجين ولا عنده جلوكونيوجينيسيس. ايه المصدر الوحيد للجلوكوز في الدم؟ طب ايه رايك لو صومناه فاستنج؟ الدكتور قالت لك مات، صح؟ مات ليه؟ دخل في حاجه اسمها فاستنج هايبوجلايسيميا. الكلمه دي تحفظها اكتر من اسمك شويه. يبقى اول حاجه العيان بيشتكي بيها اسمها ايه؟ اقول له اسمها كده فاستنج. فاستنج كل كلمه لها معنى، هايبوجلايسيميا. فاستنج هايبو، طول ما الطفل ده بيرضع وبياخد الدايت بتاعه ما بيشتكيش من حاجه، بس هو ده المصدر الوحيد. لو الام اتاخرت عليه شويه، سافرت طاحت مشوار وما جابش بعد اربع ساعات، يحصل ايه؟ يخش في فاستنج هايبوجلايسيميا. ليه؟ لان كان الجلايكوجين ده هيسنده، كان الجلوكونيوجينيسيس ده هيسنده، دول مش موجودين. بقى المصدر الوحيد للجلوكوز في الدم هو الدايت، وقفته يخش في حاجه اسمها فاستنج هايبوجلايسيميا. هايبوجلايسيميا بتحصل مع ايه؟ ها؟ بتحصل مع الفاستنج. يبقى اول شكوى للعيان اسمها فاستنج هايبوجلايسيميا. هيسالك بقى في الامتحان يقول لك فسرها لي، يعني قول لي ليه بيحصل فاستنج هايبوجلايسيميا؟ تقوم قايل كده، عشان كده كده مهم. تقول له السورسز اوف الجلوكوز في البلاد ثلاثه، دايت والجلايكوجين والجلوكونيوجينيسيس. الجلايكوجين والجلوكونيوجينيسيس دلوقتي امبيرد، مش شغالين عشان الانزيم اللي اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيد. وبالتالي الاولي سورس اوف الجلوكوز ان البلاد از ايه؟ دايت. فمع الفاستنج بتقف الدنيا. طيب تعال على الشكوى الثانيه. في المنهج كله لما اقول لك فاستنج هايبوجلايسيميا، يعني هناخدها كتير بقى الكلمه دي بعد كده، بس انا لما اقول لك فاستنج هايبوجلايسيميا تقوم ترد عليها على طول رقم 2. يعني انا وانا بقول لك فاستنج هايبوجلايسيميا تقوم انت قايل اللي بعدها. ليه؟
لان الاثنين دول لازم يحصلوا مع بعض. هو لما يبقى في فاستنج هايبوجلايسيميا الجسم يقعد يتفرج؟ لا، عاوز مصدر تاني للطاقه. اي نعم مش هيعوضنا كل حاجه، بس هو بيحاول يتحرك. ايه المصدر التاني للطاقه في الجسم بعد الكربوهيدرات؟ الليب. فيقوم يحصل ايه؟ يقول لي يبدا جسمك دي فات سيلز اللي كلكم عارفينها. اول ما الجسم يخش في هايبوجلايسيميا يبدا يحصل حاجه اسمها لايبوليسيس. يبدا الجسم زي اللي بيعمل ريجيم كده، يبدا الجسم يحرق الليبيد ويعمل ايه بقى؟ ويبدا ينزل الليبيد اللي موجود في الفات سيلز في الدم عشان يوزعه على الجسم. الجسم يحاول يحرقه يوم ايه يطلع طاقه. يحصل حاجه اسمها هايبر ليبيديميا. هذا مهم جدا جدا جدا. اقوله الليبيد كلها كده هايبر ليبيديميا. يعني ايه؟ يعني كميه الليبيد اللي في الدم تعلى. تعلى ليه؟ اقوله لان الليبيد ده كان موجود في الفات سيلز مخزنينه مش عاوزينه. اول ما حصل هايبوجلايسيميا، اول ما الجلوكوز قل، بدا الجسم يحرك الليبيد اللي في الفات سيل ينزله فين؟ ها، ينزله في الدم. شويه يروح للهارت، شويه يروح للمصل، شويه يروح للبرين، في محاوله من جسمنا ان هو يعوض الطاقه اللي نقصت عن الجلوكوز. نتيجه ان مفيش طاقه من الجلوكوز يبدا يبقى في طاقه من الليبيد. يحصل حاجه اسمها هايبر ليبيديميا. من ضمن الليبيدز اللي بتعلى في الدم الكوليسترول، فيحصل حاجه اسمها هايبر كوليستيروليميا. دي قاعدة، قواعد كده لازم تبقاش عليها طول عمرك. عيان عنده هايبوجلايسيميا، لو خدت له عين الدم توقع ان الليبيد يبقى عالي، لازم، يا اما الجسم ده يبقى نايم على نفسه. ما هو عنده مصدر تاني للطاقة اسمه ليبيد، بدل ما هو متخزن يرميه في الدم على طول، يبقى هايبر ليبيديميا وهايبر كوليستيروليميا. طيب جميل قوي. في قاعدة بتقول ان الليفر العظيم ده بياخد 30% من أي دهون ماشية في الدم. يعني انت في الحاله الطبيعيه الدم وهو معدي على الليفر بتاعك يسحب 30% من كميه الليبيد اللي في الدم. يعني لما يحصل هايبر ليبيديميا وهايبر كوليسترينيميا في الدم، كميه الليبيد اللي تخش الليفر تكتر ولا تقل؟ تكتر، عشان 30% دول هيكتروا شويه. فممكن يحصل حاجه اسمها فاتي ليفر، وهناخده بالتفصيل في الليبيد. يعني كميه الفات اللي جوه الدم، اللي جوه الدم اتسحبت في الايه، في الليفر اكتر، وبالتالي حصل فاتي ليفر. تاني هو ليه العيان عنده فاستنج هايبوجلايسيميا؟ لا انا عاوز ناس بتفهم ليه العيان عنده فاستنج هايبوجلايسيميا. ردوا عليا. ها، لان الجلايكوجين مش موجود، جلوكونيوجينيسيس في مين بس؟ ها، في دايت. طب ايه اللي حصل بعد الفاستنج هايبوجلايسيميا؟ رد عليا بقى. ها، هايبر ليبيديميا، هايبر كوليسترينيميا، فاتي ليفر. يلا اشرح لي ليه حصل كده. هايبوجلايسيميا معناها ان انا الليبيد على طول من الفات سيلز لفين؟ للدم. يحصل هايبر ليبيديميا. من ضمن الليبيدز اللي عاليه حاجه اسمها كوليسترول، هايبر كوليسترينيم. الليبر بياخد قد ايه من الدهون دي؟ 30%. يبقى كميه الليبيد اللي دخلت كام؟ اكتر، وبالتالي يحصل حاجه اسمها ايه؟ فاتي ليفر. طيب جميل قوي. يبقى دول الحاجتين. تاني حاجه العيان بيشتكي منها. طيب تعالى على الحاجه الثالثه، انت اللي هتفسرها لي بقى، اسمها ايه؟ اقول له بيحصل لاكتيك اسيدوزيس. اللاكتيك اسيد بيعلى. اللاكتيك اسيد بيعلى. احنا خدنا اللاكتيك اسيد لغايه دلوقتي مره واحده. فين؟ في الجلوكونيوجينس. قلنا لو حصل ان عندك انيروبيك جلايكوليسيس طلع منه لاكتيت، حضرتك بدل ما ناخد اللاكتيت ده نرميه ولا نوديه في اي حته، عندنا طريقه تحول اللاكتيت لجلوكوز. عندنا طريقه ولا؟ الطريقه دي اسمها ايه؟ جلوكونيوجينس. اللاكتيت ده في الاخر هيتحول لجلوكوز 6 فوسفيت في انتظار انزيم عظيم كده اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز يحول ده لده. معنى كده احنا قلنا ان الجلوكونيوجينيسيس باظت اصلا، يعني الخطوه دي بايظه. وبالتالي كل اللاكتيك اسيد اللي بيطلع عنده في الدم ظروفه ايه؟ هل بيتحول لجلوكوز؟ جزء منه بينزل في اليورين والباقي قاعد فين؟ في الدم. يحصل لاكتيك اسيدوز. يبقى مسالك اقول لك ليه حصل لاكتيك اسيدوزس؟ تقول لك انتم اللي كان بيخلصنا منها الجلوكونيوجينيسيس اللي هي دلوقتي خربانه برضه عطلانه. فبالتالي كل اللاكتيت اللي موجود في الدم موجود. طيب اخر حاجه العيان بيشتكي منها اسمها هايبر. يبقى الاثنين واربعه دول هايبر، هايبر ليبيديميا، والاربعه هايبر يوريسيميا. يعني ايه هايبر يوريسيميا؟ اقول له يوريسيميا معناها يوريك اسيد. يوريسيميا معناها اليوريك اسيد عالي في الدم.
هايبريوريسيميا معناها زيادة اليوريك أسيد في الدم. طيب هو اليوريك أسيد ده أساسا بيجي منين؟ أقول له بيجي من عملية تكسير الناس دول، شايف دول؟ هناخدهم الدي إن إيه والآر إن إيه اللي أنا أسمه على أسمه، طلع منهم بقى كده سهل يوريك أسيد. دول الميتابوليزم بتاعهم، تكسيرهم يطلع يوريك أسيد. طب أنا عاوز حد شاطر يقول لي، هما دول كده هيتكسروا كتير؟ آه ليه؟ لأنهم هيتعملوا كتير. بص معايا، مش احنا قلنا لما وقفنا هنا الجلوكوز 6 فوسفيت كتب؟ طيب شويه منه راح على الجلايكوجين، مش كله، شويه منه هيخشوا فين؟ في الهكسوز مونوسيتشن. اكتر من طبيعي؟ اه. يعني تكوين الدي ان ايه والار ان ايه عندنا هيبقى اعلى من الطبيعي؟ اه. يعني تكسيرهم هيبقى اعلى من الطبيعي؟ اه. يبقى معنى كده ان في الاخر النت ريزلت بتاعته هتبقى ايه؟ يوريك اسيد، وبالتالي هيحصل حاجه اسمها هايبر يوريسيميا. بيجيب لك الاربعه دول في الامتحان في الكيس وجات اكتر من 3 مرات ويقول لك اكسبلين المانيفستيشن، يعني مش قولهم، لا اشرح حصلوا ليه اللي هو انا عمال اقوله ده بقى، لان احنا هناخد الكيس دي زي بالظبط كده تاني في اخر شابتر النيوكليوتايد بتاع الدي ان ايه والار ان ايه. يبقى لما اجي اقول لك يعني ايه فون خلص كده فون جيرك ديزيز، خلاص نقوله بقى تاني، يعني ايه فون جيرك ديزيز؟ اقول له يعني الانزيم ده نقص جلوكوز 6 فوسفاتيز. قول بقى معايا عشان عاوزين نحفظ. طب الراجل ده لما نقص المشكله فين؟ في الليفر ولا في المصل ولا في الجسم كله؟ في الليفر بس. خلاص كده حصل حاجه اسمها في الليفر هباتو ميجالي، نقلت على طول جنبها اسمها سبلينو ميجالي. والعيان بيشتكي كام حاجه؟ اربع حاجات. ايه هما؟ هايبوجلايسيميا، هايبرليبيديميا، هايبركوليستيريميا، فاتي ليفر، لاكتيك اسيدوزس، وهايبر يوريسيميا. تمام. او هايبر يوريسيميا. خلاص كده. طيب نشخص العيان ده ازاي؟ دايجنوز على طول. عيان حاجه اسمها حد الكبد عنده هيباتوميجالي، ولقوا ان هو لما بيقعد شويه لما بيجيب على اربع او خمس ساعات بيخش في هايبوجلايسيميا، شكوا ان هو يكون عنده فون جيرك ديزيز، بس ده شك لان في حاجات تانية بتعمل كده برضه، بتعمل هيباتوميجالي وبتعمل هايبوجلايسيميا. عايزين تاكدوا ان ده فون جيرك ديزيز. لو ايه يعملوا ايه؟ يعملوا حاجه اسمها ليفر بايوبسي. يعني ايه ليفر بايوبسي؟ كلمه بايوبسي دي مهمه قوي في الطب، معناها عينه. بنخش الابره طويله كده تحت السونار، يبقى قاعد الطفل على السونار كده ويشوف السونار بتاعه، خلاص بالسونار كده يشوف الكبد قدامه، يقوم داخل بابره كده من بره على الليفر، خلاص يدي انستيزيا لوكال، انستيزيا كده يحقن بس عشان شكه الابره، ويخش الابره دي اخرها كده حاجه زي الايه؟ جفت كده، ماشي، ولها مقبض من بره كده، تقوم ضاغط كده يقوم الجفت ده قافل واخد حته من الكبد، قطعه من الكبد كده، قوم طالع بيه. دي اسمها بايوبسي، تاخدها في اي حته، يعني ممكن تاخدها من الكدني، ممكن تاخدها من اي مكان، اسمها ايه؟ بايوبسي. في الليفر، في الليفر نسميها كده ليفر بايوبسي. فهو تشخيص العيان ده ايه؟ اخش اخد حته من الكبد وبعدين افردها على سلايد زي بتاعه الهيستولوجي بتاعتكم كده، سلايد في الباثولوجي بقى، نفرد السيلز دي على سلايد. طبعا انتوا اكيد مش عارف خدتوا لسه الايه؟ الليفر سيلز ماشي لها شكل معين كده، هلاقي جوه ايه؟ بس هو ده القصه، هلاقي جوه ايه؟ يقول لك هلاقي الليفر سيلز كلها عباره عن جلايكوجين، مليانه جلايكوجين بشكل غريب. يقول لك ايه بقى؟ الليفر سيلز لودد، الكلمه دي تتحفظ، ويز جلايكوجين، متحمله عن اخرها بجلايكوجين. ده يشخص على طول ان ده ستورج ديزيز، ان الجلايكوجين مال الليفر، يبقى ده الفون جيرك. ايه الفون جيرك ديزيز؟ انا لما اجي اشخص العيان اللي مطلوب منك تقول لي ايه؟ ليفر بايوبسي، تلاقي السيلز بتاعه الليفر الهيباتوسايتس تلاقيها ايه؟ لودد، لودد ويز ايه؟ ويز جلايكوجين. حد عنده مشكله؟ نعالجه ازاي؟ ملوش علاج لغايه، لان هو انزيماتيك ديزيز، يعني في انزيم ناقص. الحل الوحيد لغايه دلوقتي اللي عملوه معاه الكلام فشل 3 مرات ان هم يعملوا حاجه اسمها ايه؟ ليفر ترانسبلانتيشن، زرع كبد في الاطفال دول. صعبه شويه، ياخدوا جزء من الليفر بتاع الام ويزرعوه، بس غالبا الايه؟ الطفل ما بيعرفش. بصوا يا معايا، طبعا احنا عندنا دلوقتي معهد الكبد ده زرع الكبد للكبار، ما شاء الله احنا عملنا سكور دلوقتي، يعني ايه؟ من سنتين كده عملوا 7 حالات، 7 حالات ماتوا، من بعدها بقى الحمد لله كل الحالات عاشت، يعني هو ده كان حد عين وحش صحيح، يعني من بعد السنتين دول اتكلمنا 3 سنين، بقى لنا سنتين كل الحالات اللي بتعمل يعني السكسس ريت فيها حوالي 90%. فاحنا تطورنا جدا في المعهد بصراحه، عملنا شغل كويس قوي. بون جيرك ديزيز مهم جدا جدا جدا. ده طيب كام؟ عاوز اقول لك انت ما تحبطش، يعني هم بعدها الجراحين اللي في المعهد والناس اللي كانوا بيتعلموا والنواب بتاع كمان قال خلاص احنا مالناش عيش في بلدنا، ماشي. بعدها ربنا كرمهم واحد اسمه تناكه جاي من
اه والله يا سيدي اسمه تناكا جاي من اليابان، اسمه دكتور تناكا حاجه كده. كل اصلا انا كل كلام بيقوله ده بجد، اسمه دكتور تناكا ده راجل جينيوس، حاجه ما حصلتش. ده بياخد اجازته في السنه، بياخد اجازته في السنه شهر، يعني هناك في اليابان بيدوا اجازه خلال السنه شهر. الشهر دول بيقضي منهم 10 ايام في معهد الكابتن في جبين، و10 ايام في دار الفؤاد، و10 ايام بيلف فيهم في العالم، ويرجع يوم بقى ايه يوم 31 عشان يسلم نفسه في اليابان. بس عايشه. بص يا معلم ده الايه؟ ده الفول. ده الفول جيكل دي عنده استعداد يقعد شغال 14 ساعه. عمليه التواصل ده بتشغل بتاخد حوالي 14 ساعه، لان طبعا انت بتشتغل في الدولار الاول، تفصل الجزء اللي انت هتاخده، وبعد كده تروح على ريسيبيانت المستقبل تجهزه، وفاسكولار بقى وتوصيل شرايين واوردة شغلانه يعني، بتاخد وقت طويل جدا. فهو عند التيم بيبدل عليه تيم مصري ثلاثه، يعني فاهمين قصدي؟ يعني هو شغال وباك زوايا ايه؟ ثلاثه تيم يخلص معاه ويروح يريح، ويجي اللي بعده يخلص معاه، فاهمين كده؟ هو ما شاء الله هو يقعد بس ياخد في الفواصل دي ياخد سنيكس كده ولا حاجه وهو واقف. يعني احنا طبعا الشعب العظيم اللي مفيش حد زيه، اللي ما وراتش حضاره سبع نفسه بون جيك ديزيز ده تايب 1. تعالى بس خلاص يلا تايب 3. عايز اقول لكم مش بالكلام، يعني تايب 3 يبقى اول ديزيز. اول ديزيز مش عاوز صوت. اول ديزيز بيأثر في الليفر وده مهم جدا انا فاهمينه كويس قوي، هو مين؟ اقول هو الايه الاستاذ ده اللي هو تايب 1 بول جيكنز. طيب في ده مش هتحفظ اسامي بقى. المشكله فين؟ بص كده معايا عشان انا هكمل. المشكله في حاجه اسمها دي برانشنج انزايم. كويس، تعالى على رسمه كده وعلم على الدي برانشنج انزايم واكتب تايب 3. يبقى انا مشكلتنا في تايب 3 اهو دي برانشنج انزايم. تخيل ايه اللي هيحصل، تخيل معايا كده ايه اللي هيحصل. يلا الطفل مولود من غير دي برانشنج انزايم، الجلايكوجين بيتكسر صح، بس هيكسر شويه اللي هم بتوع الجلايكوجين ايه ها فوسفوليوليز، ونيجي على الدي برانشنج ده ما كسرش، يعني هيستيل في مشكله في تكسير الجلايكوجين ولا لا. كويس قوي، يعني الجلايكوجين دوت اللي موجود بيبني الريت بتاع السنسز اللي ربنا خلقه، هو نفسه الريت بتاع الديجريديشن ولا حصل مشكله؟ المشكله دي في صالح ان الجلايكوجين يتكون ولا ان هو يتكسر؟ لا في صالح ان هو ايه؟ يتكون. يعني معنى كده ان الجلايكوجين في العيان ده هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد. بس بنفس زياده تايب 1؟ لا طبعا، اكيد الزياده بتاعته اقل من تايب 1. عشان كده العيان عنده هيباتوميجالي بس الهيباتوميجالي بتاعته فظيعه قوي زي تايب 1 اقول لا. هو الجلايكوجين بيزيد شويه الجلايكوجين بيزيد، بس الموضوع مش سيفير زي تايب 1، لان مش كل الجلايكوجين بيتكسر عشان الدي برانشنج انزايم في مشكله. السؤال الثاني، العيان ده يعرف يدينا في الدم جلوكوز؟ لا يعرف، بس مش بنفس النسبه الطبيعيه. مش هو في شويه جلايكوجين هيكسره وهيتحولوا لجلوكوز 1 فوسفيت وهيتحولوا لجلوكوز 6 فوسفيت وفي الاخر هيتحولوا الجلوكوز، لان ده موجود في تايب 3 ده موجود صح كده. وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ كميه الجلوكوز يعني كفاءه الليفر في ان هو يديني جلوكوز اقل من الطبيعي صح. طيب يعني العيان ده يخش في فاست ما حدش يقول حاجه في فاستنج هايبوجلايسيميا؟ لا يخش، بس لو مده الفاستنج اخبارها ايه؟ زادت شويه، لان ما عندوش كفاءه زي، يعني لو انا عندي الجلايكوجين بتاعي انا يقضيني 10 ساعات يقضيه هو 6. فاهمين قصدي ايه؟ عشان ايه؟ عشان هو ما بيكسرش كل الجلايكوجين اللي عنده، فيخش في فاستنج هايبوجلايسيميا بس لما الموضوع يطول شويه. طيب وبما انه بيخش في فاستنج هايبوجلايسيميا بيخش في حاجه اسمها هايبر ليبيديميا وكوليسترينيميا وفاتي ليفر، تقول لي بس برضه مش بنفس الدرجه بتاع الاولين. حلو كده؟ طيب جميل قوي. يبقى انت اللي هتكتبه لي عن تايب 3، امسح بقى كل ده ما تكتبوش حاجه اصلا. تكتب ايه؟ انت مكتوب عندك الكلام ده بس انا مش عاوزك تكتبه. بص اكتب المشكله في الديب برانشنج انزايم وتكتب كده اهو سيميلار تو تايب 1. ان شاء الله احفظ تاني. تايب 3 هو تايب 1 اكسبت. حتى
حاجتين مهمين جدا، هما دول اللي بيتسالوا بقى عشان كده الاختلاف. هو العيان ده بقى بتاع تايب تي بتاع الديب انشنج اهو يخش في لاكتيك اسيدوزس؟ اقول له بقى غلط ايه؟ اللاكتيت هيبقى جلوكوز 6 فوسفيت صح؟ الجلوكوز 6 فوسفيت تحول لايه؟ اه عادي خالص لان هو عنده الانزيم ده. يبقى اول حاجه نو لاكتيك اسيدوز، مفيش لاكتيك اسيدوز في العيان ده لان اللاكتيت يرجع عادي خالص. حاجه ثانيه، العيان ده اليوريك اسيد عنده بيعلى خالص. هو احنا جبنا سيره ان الراجل ده علي؟ لا. يبقى العيان ده ايه؟ نو هايبر يوريسيميا. ما دون ذلك طيب 3 هو طيب 1 باختلاف الانزيم. يبقى اما اقول لك طيب 1 ده حفظناه، لما اجي اقول لك طيب 3 محدش يقعد يشرح لي، يقول لي يا دكتور الديفكت في الديب برانشنج هو زي 1 بس المشكله في ايه؟ ان مفيش لاكتيك اسيدوزس ومفيش هايبر يوريسيميا. في مشكله كده؟ طيب يلا اللي بعد. طيب كام؟ من عارف؟ طيب 6. ما تنساش بقى احنا ماشيين ازاي؟ ها ماشيين في الليفر. يبقى طيب ايه؟ يبقى ده في المشكله فين؟ في الديب برانشنج بتاع الليفر. طيب بص بقى، طيب 6 اخوه على طول اللي هو مين؟ اقول له الفوسفوليز. يبقى هنا الديفكت في مين بقى؟ اقول له الديفكت في الفوسفوليز بتاع الليفر لان في فوسفوليز في المصر. يبقى هنا المشكله فين؟ اقول له في الليفر فوسفوليز. اكتب عليه طيب 6. يلا حد يقول لي هيحصل ايه؟ عيان ما بيكسرش الجلايكوجين بقى خلاص لان هو ده الاساسي، يبقى ما بيكسرش الجلايكوجين بتاعه. حلو كده؟ طب ايه اللي هيحصل؟ فاستنج هايبوجلايسيميا. حاجه ثانيه، هايبرليبيديميا، هايبركلايسيميا. يحصل لاكتيك اسيدوزس. هو مال لاكتيك اسيدوز ده بتاع مين؟ طب يحصل حاجه اسمها لاكتيك اليوريك اسيد يعلى؟ هو جروب هقول ده سيميلر 6 ده هو كده سيميلر 2 3 ده زي 3 6 ده زي 3. طب نعمل 3 على طول. 3 كان مشكله في الديب انشنج، ده المشكله فين؟ فين؟ طيب تعال بقى على طيب 8. شوف بقى الانزيم، اسم الانزيم ده شوف هتعرفه ولا اسمه ايه؟ اسمه فوسفور يوليز كاينيز. طبعا انت فاهم ان انا بتكلم في الليبر صح؟ يعني انا بقول لك فوسفوريس كاينيز قصدي بتاع الليبر مش بتاع مصر. مش عارف تسال انا قلت الاربعه دول فين؟ في الليبر. هو مين فوسفوريس كاينيز ده؟ ده المسؤول عن تشغيل الفوسفوليوليز اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. ده اللي بينشط الفوسفوليوليز. يعني ده لو مش موجود الفوسفوليز مش هيشتغل. يبقى هقول له حضرتك ده سيميلر 2 6 سهله. يبقى انا في الليفر، في الليفر في الاربعه بتوع الليفر هحفظ مين؟ احفظ مين؟ طيب 1 واحفظ الانزيم بتاع كل واحد. هقول له طيب 3 المشكله في الديب رينش بس، وعشان كده ادام مفيش مشكله هنا يبقى مفيش لا لاكتيك اسيدوس ولا يوريك اسيد. امال طيب 6 اقول له مشكله في الفوسفوليوليز. امال طيب 8 اقول له المشكله في الكاينيز بتاع مين؟ ها بتاع الفوسفوليوليز. طب خلاص خلصت. الثمانيه دول هسمعهم كده المره الجايه. تعالى بقى على الايه؟ على المصل. شوف بقى المصل الكلام سهل جدا. لا مش عارفه. تاني ديزيز مهم جدا 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 وبيجي في الامتحان تايب 5 اللي هو اول واحد في المصل. يبقى انت هتحفظ اول واحد في الليبر وهتحفظ اول واحد في المصل زي اسمه. اسمه ايه؟ هتحفظ اسمه ده كمان. انا عندي اسمين النهارده. فون جيركي ديزيز. اسم التاني اسمه ميك اردل ديزيز. عندي حاجتين فون جيركي ديزيز وميك اردلز ديزيز. فون جيركي ده الباشا بتاع الليفر والميك اردلز ده الباشا بتاع المصر. طب ايه الباشا ده بقى؟ بيحصل ايه؟ اقول له سهل قوي، 5 زي 6 بالظبط. طب هو 6 كان ايه؟ اتفاجئ؟ لو قلنا اول واحد فوسفاتيز، ثاني واحد ديب برانش، ثالث واحد فوسفوليوليز، اللي بعده فوسفوليوليز كاينيز. يبقى 6 ده فوسفوليوليز بتاع مين؟ لا 6 فوسفوليز بتاع مين؟ ليفر. 5 بقى بتاع المصر. يبقى اما اجي اقول لك الميك اردز دي ده مين؟ تقول لي ده الفوسفوليوليز بس بتاع المصر. المصر الفوسفوليز. عشان كده انت هتيجي على الرسمه وتكتب على الفوسفوليز ده اهو، انا جات 6 اهو، تكتب جنبه 5 كمان. تبقى فاهم بقى، فاهم ان انا لما اتكلم على 6 ده الفوسفوليز بتاع المصر، بتاع الليفر اسف. لما اتكلم على 5 يبقى ده بتاع الايه؟ المصر. طب يلا قول لي بقى.
هو انا لما الفوسفوريونيز في المصل يعطل اخش في هايبوجلايسيميا؟ عاوز ناس بتفهم. لا لما الفوسفوريونيز اهو الجلايكوجين اهو برضه بس اللي في المصل بقى هو اللي ما اتكسرش اخش في هايبوجلايسيميا؟ لا صح، لان الجلايكوجين بتاع المصل ليها هي ولا الدم ليها هي؟ صح كده؟ يعني اخش في حاجه اسمها هايبر ليبيديميا وهايبر كوليسترينيميا الحدوته دي مش دعوه بيها خالص. امال لما الجلايكوجين اللي في المصل ما يتكسرش اخش في ايه؟ اقول له مصل فتيج. المصل مش عارفه تشتغل والفتيج ده يعمل كرامبس مصل كونتراكشن والكرامبس دي تعمل سيفير بين. يبقى دي اول جمله هقولها. عيان عنده المصل بتاعه فيها مشكله، عنده الجلايكوجين في المصل ما بيكسرش، عنده الانرجي والطاقه اللي هو محتاجها لما يبقى فيه سيفير مصل اكسرسايز مش موجوده لان كانت بتيجي من الجلايكوجين ده، فيبدا يحصل مصل فتيج ويبدا يحصل كرامبس ويبدا يحصل بين. الحاجه الثانيه ودي اهم حاجه وبتيجي كتير جدا وبتيجي كتير قوي في شكله، العيان ده اللاكتيك، ركز في السؤال ده، اسيد افتر اكسرسايز. عيان ده جبته لعبته شويه ايه، مشيته على تراك كده ولا عملت اي حاجه، لعب شويه ايه اكسرسايز وبعدها قيس اللاكتيك اسيد في البلاد، اللاكتيك اسيد افتر اكسرسايز ان بلاد، هيعلى ولا هيقل ولا هيفضل ثابت؟ استنى بس ركز معايا. هو انت لو جيت لعبتك شويه رحت جاي ساحب منك عين الدم الاقي ده اسيد خالص عالي، يبقى ده النورمال ان هو يبقى عالي. ليه؟ لان احنا عارفين ان لما يبقى فيه سيفير مصل اكسرسايز الجلوكوز في الاخر هيحصل انيروبيك جلايكولسيس وهيتحول لايه؟ لاكتيك اسيد. فطبيعي عندنا كلنا ان احنا بعد شويه مصل اكسرسايز اللاكتيك اسيد بيعلى شويه في الدم. هو العيان ده عنده جلايكوجين يديله جلوكوز اصلا؟ يعني العيان ده الجلوكوز بتاعه هيتكسر اللاكتيك اسيد؟ مفيش اصلا جلوكوز. وبالتالي يقول لك العيان ده عاوز تعرف الحاله دي هي فعلا الميك اب ديزيز ولا لا، لعبه شويه جريه شويه وبعدين قيس له اللاكتيك اسيد في الدم. ده حاجه غريبه جدا، بعد الاكسرسايز اللاكتيك اسيد لا اما قليل لا اما ثابت. ليه؟ اقول له لان اصلا الجلايكوجين ما اتكسرش الجلوكوز ولا الجلوكوز اتحرق اللاكتيك اسيد. هو هيجيب لك اللاكتيك اسيد منين؟ تقول له يا دكتور طب معنى الكلام ده ان هو يفضل ثابت. ليه قل؟ اقول لك لان احنا عندنا حاجه اسمها اكسكريشن، صح كده؟ عندنا حاجه اسمها ان اللاكتيك اسيد ده جزء منه بيخش الليفر في الجلوكوني وايه جينيسيس اللي هي شغاله، فاهمين قصدي ايه؟ يبقى ممكن جزء منه يتسحب فيقل وانا ما بضيفش جديد، وممكن ما تسحبش حاجه فيفضل ثابت. يبقى الاثنين واردين ان اللاكتيك اسيد دي الحاجه المميزه جدا جدا للديزيز ده، اكتب عليها مهمه جدا جدا جدا. لما يقول لك شخص تايب 5 قول يا دكتور هجري شويه واسحب منه عين الدم، لو انا اللي جريت اما اسحب عين الدم الاقي لاكتيك اسيد عالي لان الجلايكوجين اتكسر لجلوكوز والجلوكوز لاكتيك اسيد. الراجل ده الجلايكوجين اللي اتكسر لجلوكوز وبالتالي الجلوكوز ما اتكسرش لاكتيك اسيد فيفضل لاكتيك اسيد نورمال او اقل من الطبيعي. طيب العيان ده يبقى عنده حاجه كمان ثالثه ويبقى خلاص، يبقى واحد اثنين ثلاثه اسمعهم، عنده حاجه اسمها مايو جلوبينوريا، حاجه غريبه جدا، وريد يورين ما تنساهاش. يعني ايه مايو جلوبينوريا؟ هو في حاجتين متخزنين في المصل ربنا خلقهم، الجلوكوز بيتخزن على شكل جلايكوجين والاكسجين بيتخزن على شكل مايوجلوبين. خدتوا الكلام؟ يعني المايوجلوبين ده شكل اللي بيتخزن فيه الاكسجين. طب لو حضرتك ما استخدمتش، انت ما استخدمتش الجلوكوز، الجلايكوجين عندك قاعد زي ما هو، الاكسجين ده انت محتاجه في حاجه؟ يقوم يحصل ايه؟ نتيجه المصل فتيج وكرامبس، بص اللي يحصل، تخيلها كده، المايوجلوبين ده يتعصر ويخرج بره المصل، المصل عماله تتضغط وانا المايوجلوبين دوت مش مستخدمه، مش عارف اخد منه الاكسجين بتاعه. يحصل نتيجه الفتيج ده والكرامبس الشديده جزء من المايوجلوبين يخرج في الدم ينزل في اليورين. المايوجلوبين ده لونه احمر اصلا، لونه ايه؟ البروتين ده لونه ايه؟ فلما يحصل القصه دي يسموها مايوجلوبينوريا، تحصل دايما في المصل فتيج والكرامبس، وبالتالي يحصل ايه؟ لونه بيغير لون اليورين فيحصل حاجه اسمها اليورين. أماك تاني. طيب خمسة. المشكلة فين؟ سمع يلا ها. المشكلة فين؟ مصل فوسفوريوليز. حصل كام حاجة؟ أول حاجة؟ مصل فتيج وكرامبس وبين. تاني حاجة؟ ها؟ اللاكتيك أسيد معليش بعد الإكسرسايز. تالت حاجة؟ ها؟ ريد يورين نتيجة حاجة اسمها؟ مايوجلوبين. تمام. نيجي بعد كده على تايب 7. يلا خلصنا. نيجي على تايب 7. ايه بقى تايب 7 دوت؟
اقول له تايب 7 ده برضه مشكله فين؟ مشكله في المصري. بس بص بقى تايب 7 ده في سؤال خطير جدا في الام سي كيو. اول حاجه الانزيم فين؟ اقول له الانزيم اسمه فوسفو فراكتو كاينيز 1. تقول لي ده ده ماله مال الجلايكوجين؟ بص اسمه ايه؟ فوسفو فراكتو كاينيز 1. دخلنا فين ده؟ ده الكي انزيم بتاع الجلايكول صح كده؟ طب ده جه منين؟ بص الكلام عادي. ادي الجلوكوز 6 فوسفيت. زي ما دخلناه في حاجه اسمها اكسيز مونوكسيد شانت. هو مش الراجل العظيم ده هو اللي كان بيخش معانا في الجلايكولسيس ويتحول لايه؟ فراكتوز 6 فوسفيت. وبعدين فوسفو فراكتو كاينيز 1 ده هو كان بيحوله حاجه اسمها 1 6 صح كده؟ طيب بص يا معالي انا بقول لك ده ناقص ده مش موجود. الكلام ده يعني لك ايه؟ يعني ان الجلوكوز 6 فوسفيت ده مش هيشتغل. انا بتكلم في مصر دلوقتي. الراجل ده مش موجود. معناها ان الجلوكوز 6 فوسفيت كان سكه من ضمن السكك اللي بيخش فيها الجلايكولز. طب مش هيخش في الجلايكولز يحصل ايه؟ يزيد. نفس الكلام اللي قلته زمان. هو الراجل ده لما يزيد ينشط مين؟ الجلايكوجينز. ويوقف مين؟ الجلايكوجينز. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه هو لما انا اوقف الراجل ده ايه اخبار الانرجي بتاعه المصل؟ هتيجي منين؟ مش هي اساسا الجلايكولز في السي في مصل اكسرسايز هي الاونلي سورس اوف الانرجي. يبقى اخبار الانرجي ايه؟ ايه اخبار اللاكتيك اسيد؟ لو انا وقفت الراجل ده اخبار اللاكتيك اسيد ايه؟ هو هيجي منين؟ هو مش دي اخرتها اللاكتيك اسيد في الانيروبيك؟ يبقى معنى كده اللاكتيك اسيد مش موجود. المايوجلوبين اللي موجود فيه اكسجين وانا مش محتاجه لان ما بحرقش اصلا هيحصل فيه ايه؟ يتعصر ويخرج بره المصل ويعمل حاجه اسمها مايوجلوبينوري. تكتب كده سيميلر تو تايب كام؟ تايب 5. ما تحفظش ولا كلمه غير ان الديفكتيف انزيم اسمه فوسفو فراكتو كاينيز 1 بس. وبعد كده تقول لي التايب 7 ده سيميلر تو 5. ما هي نفس الريزلت. انا كل اللي حصل المره الاولانيه ما كسرتش الجلايكوجين. المره الثانيه فرحتي بقى كسرت الجلايكوجين وما عرفتش احرق الجلوكوز. ما هي هي سواء انا وقفت الكاكسيد جلايكوجين او ان عندي جلوكوز مش عارف احرقه هي هي نفس المشكله. امال ايه بقى؟ اقول له اكسبت. بص بقى الاكسبت ده مهم جدا عشان كان في اكسبشن هناك. ايه؟ ان 7 ده خليك معايا ان 7 ده زي ما الانزيم ده بينقص في المصل بيبقى فيه ديفكت نفس الانزيم ان الار بي سيز. دي حاجه مميزه جدا. يعني طيب 7 ده اهو زي ما حصل ان الانزيم ده مش موجود في المصل وبالتالي بقى شبه طيب 5 كمان الانزيم مش موجود في في الايه في الار بي سي. طب ايه يعني؟ تقول لي معاه هيموليتيك انيميا. يبقى لما اقول لك مين الديزيز الوحيد في الجلايكوجين ستورج ديزيزز اللي معاه هيموليتيك انيميا تقول لي طيب كام؟ طيب 7. اما اسالك ليه تقول لي يا دكتور اصل الديفكت في الانزيم موجود في المصل عشان كده شبه 5 بس موجود كمان في الار بي سي. واحنا عارفين ان المصدر الاساسي للطاقه في الار بي سيز هو الايه؟ الجلايكولز. عطله الجلايكولز تخش في هيموليتيك ايه؟ في هيموليتيك ايه. طيب نيجي بقى لاخر اثنين دول ما بيتسالوش خالص بس انا هقولهم برضو عشان هيتسالوا اكيد. نعم يحصل ايه؟ ليه؟ ما هو انت اللي انت ناسيه بس ناسي حاجه واحده صغيره خالص. ان احنا قلنا ان الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز اللي هو بتاع الهيكسوز مونوكسيد شانت مش موجود اصلا في المصل. حتى الامارة ان احنا جينا في المصل قلنا ان احنا هنعمل هيكسوز مونوكسيد شانت الثانيه اسمها ايه؟ ريفرس. فاكر؟ ليه عملنا الثانيه معلش اول ايه؟ عشان قلنا ان الانزيم ده هو ربنا اصلا ما خلقوش فين؟ في المصل. فالمصل هتجيب الريبوز بتاعها منين؟ هتجيب الدي ان ايه والار ان ايه منين؟ ها؟ من الطريقه الثانيه اللي هي بتاعه الريبوز 5 فوسفيت مع زيروس 5 فوسفيت. يعني بيجيبه اصلا من مين؟ من الجلايكوز. فهمت قصدي؟ وما ان الجلايكوز عطلانه انت ناسي الحته دي. حد فاكر؟ احنا قلنا في المصل ان احنا مش هنشتغل بالطريقه العاديه صح؟ هنشتغل بطريقه ان يبقى في جلايكوليسيس يطلع منها حاجه اسمها جليسرالدهايد 3 فوسفيت وفركتوز 6 فوسفيت ناخدهم كبديل متوافقين اللي هم الثلاثه والسبعه والخمسه والاربعه خلاص كده لغايه ما نوصل في الاخر لمين؟ للريبوزو. فاهم قصدي؟ فما ان حصل ديفكت هنا بالعكس ده بيحصل عكس اللي انت بتقول ان يبقى في ديفكت اصلا في تكوين الدي ان ايه والايه والار. خلينا بقى في 2 و4 عشان نخلص. 2 ده جميل قوي. اول حاجه اسمه لذيذ. اسمه ايه؟ اسمه بومبس.
بومبس ديزيز، اسمه بومبس ديزيز. طيب الانزيم اللي ناقص اسمه ايه؟ قال لي الانزيم اللي ناقص اسمه جلوكوسايديز. ده مين ده؟ كان ماهوش قبل كده ده جلوكوسايديز. طيب تقول ده فيه مفاجاه جميله قوي. ايه هو الجلايكوجين؟ موجود في الليفر وفي البصل صح؟ الجلايكوجين موجود في كل السيلز بتاعت البودي، all body cells. كلام غريب صح؟ بس والله العظيم تخافوه. الهيستولوجي السنه اللي فاتت لما كانوا بيدوكوا السيتولوجي كان بيجي في اخر السيتولوجي كده ويقول لك ان الخلايا فيها حاجه اسمها جلايكوجين جرانيولز وكان بيبقى لونها براون. وانتوا عادي يعني مش مشكله. اه والله انتوا خدتوا الكلام وكنتوا بتسبقوها وبتاع. ما قالكش ساعتها ان الجلايكوجين جرانيولز دي موجوده في الليفر سيلز وفي المسل سيلز. لا الجلايكوجين جرانيولز دي موجوده ان اول سيلز. امال ليه احنا بنقول ان الليفر والمسل هما اللي بيتخزن فيهم الجلايكوجين؟ هو اللي بيتخزن فيهم كميات كبيره جدا من الجلايكوجين. دي وظيفتهم زي ما اي خليه فيها فات، اي خليه فيها ليفر. بس في خلايا اسمها ايه؟ فات سيلز. ليه هي دي بس اللي فيها فات في جسمنا؟ لا بس هي دي المسؤوله عن الاستورج. عشان كده شويه الايه شويه الجلايكوجين اللي موجودين في اي خليه في حاجه اسمها جلايكوجين جرانيولز دي حاجه نيجليكتد كده، حاجه ما ناخدش بالنا منها، مش مهمه، مش مؤثره في الميتابوليزم، بس بتاثر هنا. ليه بقى؟ اقول لان لما الخليه تحتاج تتعوز شويه لشويه جلوكوز يقوم ربنا مديها من الجلايكوجين ده، يقول لها انت عندك شويه صبار بيهم نفسك كده، شويه صغيرين مش هقضوكي قوي بس صبار بيهم نفسك. اللي بيكسر الجلايكوجين ده هو الجلوكوز في البودي سيلز كلها الانزيم ده. يعني الجلايكوجين ده مش بيتكسر بنفس طريقه بقى الفوسفوليوليز والدي برانشنج، هو اصلا حاجات صغيره قوي مش محتاج الرغي ده كله. وبالتالي الجلوكوسايديز ده موجود ان اول سيلز وبيكسر شويه الجلايكوجين جرانيولز اللي موجوده ان اول سيلز، بس الليفر والايه والمصل حاجه ثانيه. البومبس ديزيز يحصل ديفكت في الانزيم ده. عشان كده بيجي لك في الام سي كيو يقول لك ايه النوع اللي فيه اكيوميليشن اوف الجلايكوجين ان اول بودي سيلز. يعني الجلايكوجين اللي هيزيد هيزيد في جسمنا كله مش في الليفر والمصل بس. اقول له طيب 2 ده اكتر مكان يتاثر ايه؟ اقول له هو اكتر مكان بيحتاج جلايكوجين، اللي هو اكتر مكان بيفضل شغال طول عمرنا، اللي هو الراجل ده المصل خلاص كده اللي شغال على طول دي ما بتقفش، محتاجه اي جلايكوجين. هي مصل فيها جلايكوجين ومحتاجه الجلايكوجين الشويه الصغيرين الجرانيولز دي. فلما الجلوكوسايديز دوت بيعطل تقوم المصل دي تتعب، والهارت لما بيتعب بيريح بيكبر كده، يحصل حاجه اسمها كارديوميجالي، واي واحد قلبه كبير بيموت. عشان كده الاند ريزلت بتاعته ايه؟ ديس من هارت فيلير. خلاص كده يبقى لما اقول لك البومبس ديزيز ثلاث كلمات، البومبس ديزيز ديفكت في الجلوكوسايديز ان اول بودي سيلز، اكتر حاجه بتتاثر هو الايه الهارت، يحصل ثاني كلمه كارديوميجالي هارت فيلير. بس طيب نيجي بقى لتايب ايه؟ اقول له نيجي لتايب 4. تايب 4 ده المشكله في اي انزيم؟ اقول له هو فاضل انزيم غلبان كده احنا ما قلناهوش اسمه برانشنج، عشان احنا قلنا الدي برانشنج، فهنقول على اربعه ده. اقول المشكله فين؟ اقول له المشكله في البرانشنج انزيم. طب هو لما يبقى المشكله ان مفيش برانشنج انزيم يعني ايه المشكله في الاخر؟ اقول له يعني الجلايكوجين ده لونج كده، البرانشات بتاعته لونج بس قليله جدا، مفيش حاجه بقى تقعد تطلع برانشات كده، ده مش موجود. فتلاقي هما برانشين ولا حاجه اللي كانوا موجودين وطوال بس. يعني لما يسالني يقول لي ايه المشكله هنا؟ اقول المشكله ان في ليس برانشز، البرانشات بتاعت الجلايكوجين قلت لان البرانشنج انزيم ايه مش موجود. طب وايه يعني؟ اقول له الليفر العظيم ده لما يلاقي الجلايكوجين ده هو جواه يستغربه قوي، يقول لك ايه الجلايكوجين ده؟ ده لاقي الجلايكوجين عامل كده. هو متعود ان الجلايكوجين ده يبقى برانش كده في 50,000 برانش، فيبص للراجل ده هو نظره احتقار ويقول له انا مش مطمن لك، ويتعامل معاه على انه فورين بودي، فيبدا يهاجم الجلايكوجين بتاعه، يبدا يتعامل معاه على انه حاجه غريبه لان الشيب بتاعه مش كده، مش في الاماونت بقى، شكل الجلايكوجين متخزن غريب، ويبدا الليفر يهاجم الايه الجلايكوجين ويعمل حواليه فايبرس تيشو اللي بيحمي نفسه يعني لانه هو حاجه غريبه، وتبدا الليفر كله يتليف لانه عمال يعمل فايبرس تيشو حوالين الايه حوالين الجلايكوجين، فيحصل حاجه اسمها ليفر سيروزس، والطفل ده هو كمان بيموت خلال 5 سنين.
من الليبرسول. ليه؟ لان شكل الجلايكوجين غريب، تعامل الجسم معاه على انه فورين بودي. الاميونيتي عملت فايبروزس، والفايبروزس ده عمل تليف في الكبد، والتليف دوت موت العيان. يبقى ما اقول لك مين اللي بيموت، تقول لي 2 وكام؟ ها 2 و4. يلا حط حصه جايه.